الفيل، لماذا يضرب به المثل في قوة الذاكرة؟ هو من أضخم الحيوانات على وجه الأرض، لكنه هادئ لطيف ومسالم وكذلك نباتي. تعيش الفيلة في قطيع، ويمكنها التمييز بين أكثر من 30 فرد مختلف من الأقارب بالرائحة والشكل، وليبتعدوا عنهم لسنوات طويلة، الأمر الذي يساعدهم على البقاء معا عند السفر في قطعان كبيرة تقودها الفيلة الأكبر سنا. تمتلك الأفيال مشاعر جياشة، فهي تميل إلى الحزن عند موت أحدها وتداوم على زيارة جثته لمدة معينة. أكثر ما يميز الفيل هو ذاكرته القوية، حتى أن الأديبة الإنجليزية أغاثا كريستي عنونت أشهر رواياتها بذاكرة الأفيال. للفيل ذاكرة نفعية، فهي لا تحتفظ بكل ما واجهته في حياتها، إذ أن الدماغ يشفر ما هو ضروري للبقاء فقط كتحديد موقع الطعام وموقع العائلة، كما يحفظ الفيل المودة وإن طال الغياب. كل هذه الميزات تعود لتركيبة فريدة في المخ والجهاز العصبي، إذ يوجد تشابه كبير في التركيب والتعقيد لكل من دماغ الفيل ودماغ الإنسان، ويصل وزن دماغه إلى حوالي 5 كيلوغرامات، وحسب الدراسات التي أجريت فهو يتميز بقدرته الفائقة على التذكر حتى بعد مرور سنوات طويلة، حيث يتذكر جميع الأفعال التي قام بها الإنسان، وخاصة الذين قاموا بالاعتداء عليه أو تسببوا في إيذائه. وأنت، هل تعرف شخصا يمتلك ذاكرة الأفيال؟